انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي ال18 لمشروع أهل مصر، وتم اختيار تاتشينو في محافظة أسوان اللي بتستضيف 130 شاب وفتاة من 6 محافظات حدودية. البرنامج ده بتنفذه وزارة الثقافة عشان تحقق مبدأ العدالة الثقافية وتدمج أبناء المحافظات الحدودية من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف الأستاذ أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير سيدة. يعني ايه الفعاليات والانشطه اللي بيشملها مشروع اهل مصر في دورته ال18؟ اولا هو مشروع اهل مصر ده احد اهم المشروعات اللي بتقدمها وزاره الثقافه لابناء المناطق الحدوديه، وبياتي ضمن البرنامج الرئاسي للاهتمام بنفس المناطق الحدوديه مع اقران لابناء المحافظات الاخرى. المشروع ده بيعكس دور الدوله ممثله في وزاره الثقافه بتنسيق ودعم مبدا العداله الثقافيه ودعم الشباب الموجود في مصر خاصه ابناء المناطق الحدوديه. بيقدم المشروع تحت رعايه الدكتور احمد فؤاد عنه معالي وزير الثقافه، وبتنفذه الهيئه العامه لخصوص الثقافه باشراف الكاتب الكبير استاذ محمد عبد الحافظ مصر. البرنامج زي ما سمعنا في البدايه هو بياتي على ثلاث محاور بتطلب الشباب والمصر. احنا بنتكلم عن الشباب، احنا عملنا 17 دوره قبل كده في المحافظات الحدوديه جميعا تقريبا. الفكره جت من اهتمام الدوله بابناء المناطق الحدوديه، فاحنا كان التكليف لينا ان احنا نفذ برامج توعويه لهؤلاء الشباب، بنجمعهم في مكان واحد بشرط ان الماده المقدمه اليهم تساهم في تنميه الوعي وتاصيل قيمه الولاء والانتماء لديهم. الفئه المستهدفه اللي احنا بنشتغل عليها هي من سن 18 لسن 25 سنه. وفي بعض معايير الاختيار طبعا يعني هو السن ما يقلش عن اللي احنا قلناه ده 18 ولا يزيدش عن 25 سنه، اهم حاجه فيها ان برضه نسبه تمثيل الفتيات تكون 50% من النسبه الموجوده في الشباب. كل من مره بنجيب 20 شاب وفتاه من كل محافظه حدوديه، وبالاضافه الى ان احنا بناخد 30 من المحافظه اللي احنا بنبقى موجودين فيها. احنا المره دي الدور على اسوان. البرنامج بيتكون مجموعه من الانشطه، دوري ثقافي ده بيبقى دوري في العلاقات العامه بيتبارى فيه المحافظات قدام بعضهم. دوري رياضي امبارح خلصناه وفازت فيه مطروح وسيوة، فازوا بقيه المحافظات. عندنا زيارات سياحيه ودي مهمه جدا، لان في الغالب ما بيتوفرش كتير من ابناء المناطق الحدوديه ان هم يزوروا اماكن يعني اخرى زي مثلا شمال وجنوب سيناء ومطروحه، ما بيقدروش يزوروا اسوان كتير يعني، فاحنا بنساعدهم ان هم يشوفوا مصر غنيه ازاي بتراثها وغنيه ازاي باثارها العظيم. في عندنا طيب كمان يعني الحكمه من اختيار المحافظات الحدوديه ايه؟ وتأثير ده اللي انت شايفه ايه خلال يعني ايام هذا الملتقى؟ جذب اهم هدف عندنا جذب شباب المناطق الحدوديه الى المركز وتعميق تنميه روح الولاء والانتماء لديهم، وده بيجي من خلال الانشطه اللي احنا بنقدمها. ثاني حاجه رفع المستوى الفكري للشباب دول اللي هم يعني عشان يقدروا يفهموا الافكار السلبيه اللي موجوده في المجتمع كتير جدا، فاحنا بنقدم لهم المجموعه الكبيره من الانشطه دي علشان يقدروا يكونوا قادرين على مواجهه اي افكار مغلوطه او افكار سلبيه. وكمان في تبادل الافكار والاراء والتعرف على تقاليد وعادات الاخرين، لان في ولاد كتير جدا ما يعرفوش مصر غنيه بتنوعها الثقافي، في كتير جدا ما يعرفوش الثقافات الموجوده عندنا. في كمان احنا بنقدم الفعاليات دي، عندنا الورش الفنيه ودي مهمه جدا لانها زي ما حضرتك شايف في السوق بيبقوا الولاد اللي بيديهم جرعه كبيره جدا. الورش الفنيه دي بتساعدهم في النهايه ان كل واحد فيهم خارج معاه صنع بيقدر يفتح باب رزق خاص في مكانه في بيته في حته من اوضته كده صغيره. يعني احنا بنقدم لهم مثلا النحت بجوهر الصدف، بنقدم لهم الطرف على النحاس، بنقدم لهم الديكوباج، بنقدم لهم الحلي الخياميه، التصوير الفوتوغرافي، الريزن، الدراما المسرحيه، الحاجات دي ما بتتوفرش الفرصه عشان يتعاملوا فيه بره بيبقى صعب جدا ان هم يلاقوه، لكن في اصول في الهيئه العامه لاصول الثقافه ده متوفر جدا جدا عندنا، عندنا المخرجين الكبار، عندنا الفنانين، عندنا فنانين تشكيليين. احنا في ولاد من اول امبارح، احنا ابتدينا اول امبارح الشغل الفعلي، النهارده في ولاد بيحركوا تراكاز وبيشتغلوا في رسوم متحركه وبداوا يعملوا مكتات. انا عاجبني قوي مشاركه الفتيات، لانه
يعني احنا عامه هنبقى فاهمين ان المحافظات الحدوديه يمكن بتتحفظ شويه عن مشاركه الفتيات، لكن زي ما حضرتك قلت انه في 50% من المشاركين بيكونوا بالفعل فتيات. هل كان في صعوبه في اقناع، خليني اقول، السيدات والفتيات ان هم يشاركوا، ولا كان في اقبال من غير ما تضطروا ان انتوا توصلوا لهم او تقنعوهم؟ يعني عايزه اعرف الحاجه الجميله قوي دي اللي احنا شايفينها وراها ايه؟ النقطة اللي حضرتك بتشيريها دي مهمة جدا جدا، لأن احنا في البدايات كنا بنعاني من عدم وجود الفتيات، كانوا بيبقوا نسبة 5% و10%. فاحنا جات لنا فكرة ان احنا بعد كل ملتقى من الملتقيات دي نشوف أهم المحافظات اللي ما بتجيبش الفتيات، وبنعمل لهم أسبوع مكثف بنروح لهم لحد عندهم في مكانهم. وبناخد معانا المجموعة من السيدات المدربات اللي هم السيدات. وبنقعد مع شيوخ القبائل مثلا وبنتكلم معاهم وبنعرفهم ان الملتقى دوت بيبقى هدفه كذا وكذا. فبقى النهارده اهاليهم هم اللي بيكلمونا الحمد لله علشان اولادهم يطلعوا معانا. احنا بذلنا مجهود كبير جدا في البدايات ان احنا نخلي الفتيات يشاركوا معانا بالنسبه الكبير، الحمد لله. نشكرك، يعني شكرا جزيلا أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر، كل الشكر ليك.